السلام عليكم. كاين واحد مقوله في عالم الاعمال تتقول لا بغيتو تبيعوا الناس كاملين غادي تلقاو راسكم مبيعين حتى شي واحد. والحلقه ديال اليوم تتطرق لهذا الموضوع بالضبط. سر النجاح كيف ما شفنا من قبل هو الاحتكاك مع الناس في الميدان، السماع للسوق، الزبناء، والمعرفه الجيده ديال حاجيات ورغبات العملاء المستقبلين باش نقدروا نصمموا واحد العرض اللي عليه اقبال. المرحله ديال اليوم هي تحديد ما يسمى شخصيه المشتري او لا كونسيومر بيرسونا. قبل ما ندخلوا في تفاصيل شخصيه المشتري المناسب غادي نحتاجوا اولا نحددوا بعض المفاهيم. شو تنعنيو بكلمه الزبون او اللي هو الكليان من جهه، وكلمه المستخدم او المستعمل او المستفيد من جهه اخرى. في معظم الحالات هذه الكلمات تتعني نفس الشيء، ولكن في بعض المرات كاين واحد الاختلاف. الزبون او الكليان هو الشخص اللي تيدفع من جيبه ثمن المنتوج او الخدمه. من الزبون تيستخدم المشتريات ديالو بنفسه، فان قرار الشراء او عمليه الاستعمال عند نفس الشخص. هنا غادي نحتاجو نحددو شخصيه مشتري واحد، ولكن بعض المرات المساله تكون مختلفه، حيث ان المستعمل والمستفيد النهائي ديال عمليه الشراء تيكون مختلف عن الشخص اللي غادي يدفع ثمن المنتوج او الخدمه. ابسط مثال هما العروض المقدمه لفئات الصغار. الاباء هم الزبناء، والاطفال هم المستخدمين والمستفيدين، وكاينين طبعا امثله عديده. غادي نحتاجو الى تحديد شخصيه الزبون اللي قام بعمليه الشراء وتحديد شخصيه المستخدم النهائي، لانه كل واحد عنده حاجات مختلفه، والعرض ديالنا خصو من جهه يقنع الزبون من القيام بقرار الشراء، وفي نفس الوقت يكون مناسب للحاجيات ومتطلبات المستفيد النهائي. للتذكير شفنا من قبل موضوع معرفه الفئه المستهدفه وتقنيه التقمص العاطفي بحال الملاحظه والتجربه الشخصيه والاستبيان والبحث الوثائقي وكيفاش نطرحوا الاسئله. نتائج كل هذا العمل الاولي هي اللي غادي نستعملوا الان باش نجمعوها بطريقه بسيطه وواضحه بحال شي بطاقه تعريف. بعض المعلومات اللي غادي نحتاجو: السن، منطقة السكن، العمل، المهنة أو الحرفة، مستوى الدراسي، نوعية الأنشطة الأساسية في الحياة اليومية، عادات الشراء والاستهلاك، الرغبات والتطلعات، والصعوبات الحالية، وأسئلة أخرى اللي عندها صلة من الموضوع ديال البحث ديالكم. بناء على هذه المعلومات غادي نقوموا بتحديد شخصية المشتري المناسب. هذا العمل هو اللي قامت به السيدة سعاد وبنتها لبنى. هذه سنوات وهما عندهم واحد المكان في السوق يبيعوا بعض الأطعمة الجاهزة للزبناء ديالهم، أغلبيتهم موظفين من القطاع العمومي ومستخدمين في القطاع الخاص، واحد نسبة كبيرة من النساء وكاينة نسبة مهمة كذلك من الرجال. النشاط ديالهم قدروا نقولوا لا بأس به، ولكن بغاو يزيدوا ينميوا وينوعوا من العرض ديالهم، وبداوا عملية البحث في حاجيات ومتطلبات الزبناء ديالهم، وكذلك الناس الآخرين اللي تيجيو للسوق ولكن ما تيشروش من عند سعاد ولبنى. قرروا يركزوا على شخصيه وهبه، لان معظم الزبناء الحاليين ديال سعاد ولبنى وكذلك بعض الزوار ديال هذا السوق اللي تيخدموا فيه تيشبهوا ليها. الاسم سميتها وهبه، عندها 50 عام، كتسكن في احياء مجاوره، كتخدم موظفه ديال القطاع الخاص. المستوى الدراسي ديالها قرات في الجامعه، نص نهار في العمل ووقت مهم في مرافقه الاطفال للمدرسه والانشطه ديالهم والمساعده في الواجبات المدرسيه، ومره مره كتخرج مع العائله في نهايه الاسبوع. غالبا مواد مصنعه وسريعه، في بعض المرات خضار وفواكه اللي كتكون طريه من السوق الاسبوعي. ما كرهاتش يكونوا عندها فرص اكثر باش تاكل واحد الوجبات صحيه بوحدها ولا مع العائله ديالها. صعوبه في تواجد الخضار بشكل متواصل وسريع، وخاصه التخزين ديالهم والتنقية ديالهم اللي كتاخذ واحد الوقت كبير. حسب هذه الشخصية النموذجية ولا واضح عندهم ان عامل الوقت يلعب واحد الدور مهم في قرار الشراء، وبانت الفرصة في توفير منتوجات اللي ما تضيعش الوقت بزاف في عملية الاقتناء في السوق، واللي ما تتحتاج انها عاد تبدا تغسل وتنقى في المنزل باش توفر لهم واحد الوقت للزبناء المستقبلين ديالهم. الهدف دابا ماشي هو تحديد الفكرة، ولكن تطوير تصور اولي حول الامكانيات الموجودة، وغادي نشوفوا في مواضيع اخرى كيفية توليد الأفكار وتجربتها في الميدان. للتلخيص، تحديد شخصية المشتري تتساعدنا في تركيز الفهم ديالنا والجهد ديالنا على الشرائح اللي بغينا نستهدفوا باش نطوروا عرض مناسب ونابع من حاجيات ومتطلبات الزبناء المستقبليين. وهنا شفنا ضرورة التفريق ما بين مفاهيم الزبون والكليان والمستخدم والمستعمل والمستفيد، وبأن بعض المرات قرار الشراء وعملية الاستعمال تيكون عند نفس الشخص وبعض المرات لا. في هذه الحالة غادي نحتاجوا نقوموا بتصميم شخصية مشتري لكل دور. وأخيرا شفنا كيفاش نقوموا بتطبيق التقنية عن طريق جمع وتحليل النتائج ديال البحث ديالنا في قالب بطاقة التعريف.